أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وعترته وأصحابه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن حبيبنا وسيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أمين. أما بعد, الحمد لله kita bersama-sama mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas keizinan daripada Allah kita dapat bertemu lagi pada petang yang berbahagia ini dalam majlis pembacaan sahih Al-Imam Al-Bukhari. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebaikan yang berterusan kepada kita di dalam usaha untuk dapat mempelajari kitab ini insya-Allah Subhanahu Wa Taala, dan moga-moga apa yang kita niatkan iaitu moga-moga diangkat wabak COVID-19 daripada Malaysia dengan berkat bacaan sahih Al-Imam Al-Bukhari, moga-moga diterima dan dikabulkan oleh Allah. Dan kita juga memohon kepada Allah agar Allah Azza wa Jalla memberikan kemenangan, memberikan kekuatan dan memberikan kesabaran kepada sahabat seakidah kita yang berada di Palestin, yang sedang berjuang melawan rejim Zionis yang telah menindas dan merampas hak mereka sebagai penduduk asal tanah Palestin. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemenangan dan menyahkan Israel daripada bumi Palestin. Allahumma amin. Amin. Hari ini kita akan masuk pada muka surat 1176, iaitu pada hadis yang ke 5727. Muka surat 1176 insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Babu qaulil maridi inni waja' أو ورأساه أو اشتد بالوجع, وقول أيوب عليه السلام أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. بإسنادنا المتصل إلى سيدنا الإمام البخاري أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري الجعفي رحمه الله سبحانه وتعالى, ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وسائر مصنفاته وشراحها. اللهم أمين. قال سيدنا الإمام البخاري حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح وأيوب عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه قال مر بي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أوقد تحت القدر فقال أيؤذيك هوام رأسك؟ قلت نعم, فدعا الحلاق فحلقه ثم أمرني بالفداء. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى أبو زكريا قال أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال سمعت القاسم بن محمد قال قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ورأساه, فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها وثقلياه, والله إني لأظنك تحب موتي, ولو كان ذاك لظللت آخر يومك معرسا ببعض أزواجك. فقال النبي آخرة طيب لظللت آخر يومك معرسا ببعض أزواجك. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بل أنا ورأساه, لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه رضي الله عنهما وأعهد أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون, ثم قلت يأبى الله ويرفع المؤمنون أو يرفع الله ويأبى المؤمنون. وعن به قال حدثنا موسى قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا سليمان عن إبراهيم التيمي
عن الحارث بن سويد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يوعك فمسسته فقلت: إنك لتوعك وعكا شديدا. قال: أجل، كما يوعك رجلان منكم؟ قال: لك أجراني. قال: نعم، ما من مسلم يصيبه أذى مرض فما سواه إلا حط الله سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. وعن أبي قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة قال: أخبرنا الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال: جاءنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعودني من وجع اشتد بي زمن حجة الوداع، فقلت: بلغ بي ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: بشطري؟ قال: لا. قلت: ثلث؟ قال: ثلث كثير. أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، ولن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. باب قول المريض: قوموا عني. وعن أبي قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال: حدثنا هشام عن معمر قال: وحدثني عبد الله بن محمد قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما حضر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هلم أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. فقال عمر رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد غلب عليه الوجع، وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت واختصموا منهم من يقول: قربوا يكتب لكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتابا. Teman saya Ruh terputus tadi, maksud Ustaz baca tadi, mazuratan. Layanan ada problem sikit tadi. Jadi Ustaz ulang balik. Fakhtasamu minhum. قال: فاختصموا منهم من يقول: قربوا يكتب لكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتابا لن تضلوا بعده، ومنهم من يقول ما قال عمر. فلما أكثر اللغو والاختلاف عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قوموا. قال عبيد الله: فكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغتهم. باب من ذهب بالصبي المريض ليدعى له. وعن أبي قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة قال: حدثنا حاتم هو بن إسماعيل عن الجعيد قال: سمعت السائب يقول: ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة، ثم توضأ فشربت من وضوئه وقمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة. باب تمني المريض الموت. وعن أبي قال: حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه، فإن كان لا بد فاعل فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وعن أبي قال: حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: دخلنا على خباب رضي الله عنه نعوده وقد اكتوى 7 كيات، فقال: إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا، وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب، ولولا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطا له، فقال: إن المسلم
لا يوجد في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب. وعن أبي قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لن يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال لا ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة فسددوا وقاربوا ولا يتمي ولا يتيم ولا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا وإما مسيئا فلعله أن يستعتب. وعن أبي قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن عباد بن عبد الله بن الزبير قال سمعت عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو مستند إلي يقول اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. باب دعاء العائد للمريض. وقالت عائشة بنت سعد عن أبيها قال اللهم اشف سعدا قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن به قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أتى مريضا أو أتي به قال أذهب الباس رب الناس اشفي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. قال عمرو بن أبي قيس وإبراهيم بن طهمان عن منصور عن إبراهيم وأبي الضحى إذا أتي بالمريض وقال جبير بل وقال جرير عن منصور عن أبي الضحى وحده وقال إذا أتى مريضا. باب وضوء العائد للمريض. وعن أبي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال دخل علي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا مريض فتوضأ فصب علي أو قال صبوا عليه فعقلت فقلت لا يرثني إلا كلاله فكيف الميراث فنزلت آية الفرائض. باب من دعا برفع الوباء والحمى. وعن أبي قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعيك أبو بكر وبلال رضي الله عنهما قالت فدخلت عليهما فقلت يا أبت كيف تجدك ويا بلال كيف تجدك. قالت وكان أبو بكر رضي الله عنه إذا أخذته الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال إذا أكلي عنه يرفع عقيرته يقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل وهل أردن يوما مياها من جنة وهل تبدون لي شامة وطفيل. قالت عائشة رضي الله عنها فجئت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته فقال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الطب. ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى قال تمام. حدثنا أبو أحمد باب ما أنزل الله. باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا عمر بن سعد بن أبي حسين قال حدثني عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. وبه إليه قال: باب هل يداوي الرجل المرأة أو المرأة الرجل؟ وعنه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد بن ذكوان
عن ربيعة بنت معوذ ابن عفراء قالت: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نسقي القوم ونخدو ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة. باب الشفاء في ثلاث. وعنه قال: حدثني الحسين قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا مروان بن شجاع قال حدثنا سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الشفاء في ثلاثة: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار. وأنهى أمتي عن الكي رفع الحديث، ورواه القمي عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: في العسل والحجم. وعنه قال: حدثني محمد بن عبد الرحيم قال: أخبرنا سريج بن يونس أبو الحارث قال: حدثنا مروان بن شجاع عن سالم الأفقس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الشفاء في ثلاثة: شرطة محجم، أو شربة عسل، أو كية بنار، أو كية بنار. وأنهى أمتي عن الكي. باب الدواء بالعسل، وقول الله تعالى: فيه شفاء للناس. عنه قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا أبو أسامة قال: أخبرني هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعجبه الحلواء والعسل. وعنه قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل عن عاصم بن عمر بن قتادة قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن كان في شيء من أدويتكم أو يكون في شيء من أدويتكم خير، ففي شرطة محجم، أو شربة عسل، أو لذعة بنار، وافق الداء، وما أحب أن أكتوي. وعنه قال: حدثنا عياش بن الوليد قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أخي يشتكي بطنه، فقال: اسقه عسلا. ثم أتى الثانية فقال: اسقه عسلا. ثم أتاه فقال: فعلت. فقال: صدق الله، وكذب بطن أخيك، اسقه عسلا. فسقاه فبرأ. باب الدواء بألبان الإبل. وعنه قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا سلام بن مسكين قال: حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن ناسا كان بهم سقم، قالوا: يا رسول الله، آونا وأطعمنا. فلما صحوا قالوا: إن المدينة وخمة، فأنزلهم الحرة في زود له، فقال: اشربوا ألبانها. فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واستاقوا ثوده، فبعث في آثارهم، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمر أعينهم، فرأيت الرجل منهم يكدم الأرض بلسانه حتى يموت. قال سلام: فبلغني أن الحجاج قال لأنس رضي الله عنه قال: حدثني بأشد عقوبة عاقبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فحدثه بهذا فبلغ الحسن، فقال: وددت أنه لم يحدثه. باب الدواء بأبوال الإبل. وعنه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه
أن ناساً اجتووا في المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يلحقوا براعيه يعني الإبل فيشربوا من ألبانها وأبوالها فلحقوا براعيه فشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صلحت أبدانهم فقتلوا الراعي وساقوا الإبل فبلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبعث في طلبهم فجيء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم. قال قتادة: فحدثني محمد بن سيرين أن ذلك كان قبل أن تنزل الحدود. باب الحبة السوداء. وعنه قال: حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا إسرائيل عن منصور عن خالد بن سعد رضي الله عنه قال: خرجنا ومعنا غالب بن أبجار فمرض في الطريق فقدمنا المدينة وهو مريض، فعاده ابن أبي عتيق فقال لنا: عليكم بهذه الحبيبة السوداء، فخذوا منها خمسا أو سبعا فاسحقوها ثم قطروها في أنفه بقطرات زيت في هذا الجانب وفي هذا الجانب. فإن عائشة رضي الله عنها حدثتني أنها سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا من السام. قلت: وما السام؟ قال: الموت. وعنه قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو سلمة وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. قال ابن شهاب: والسام الموت، والحبة السوداء الشونز. باب التلبينة ايوه للمريض. نعم. الشونيز شويه بس. طب والسام، المد طيب، والسام الموت، والحبة السوداء الشونيز. باب التلبينة للمريض. وعنه قال: حدثنا حبان بن موسى قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا يونس بن يزيد عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تأمر بالتلبين للمريض وللمحزون على الهالك، وكانت تقول: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن التلبينة تجم فؤاد المريض وتذهب ببعض الحزن. عنه قال: حدثنا فروة بن أبي المغرى قال: حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تأمر بالتلبينة وتقول: والبغيض النافع. باب السعور. عنه قال: حدثنا معل بن أسد قال: حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: احتجم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: احتجم وأعطى الحجام أجره واستعطى. باب السعوق بالقسط. وليس من قول النبي صح، عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم. أنه صح، أنه أنه تعين صح. طيب، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه احتجم وأعطى الحجام أجره واستعطى. باب السعوط بالقسط الهندي البحري، وهو القسط مثل الكافور، والقافور مثل قشطت وكش مثل قشطت وقشطت نزعت، وقرأ عبد الله قشطت. وعنه قال: حدثنا صدقة بن الفضل قال: أخبرنا ابن عيينة قال: سمعت الزهري عن عبيد الله عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها قالت:
سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: عليكم بهذا العود الهندي، فإن فيه 7 أشفية يستعط به من العذرة ويلد به من ذات الجنب. ودخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بابن لي لم يأكل الطعام، فبال عليه فدعا بماء فرش عليه. باب أي ساعة؟ نعم. Maksudnya wadakhaltu. Sebab dia sebut ni bibni li. Wadakhaltu ala bibni. ودخلت على جزاك الله خير ودخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بابن لي لم يأكل الطعام، فبال عليه فدعا بماء فرش عليه. باب أي ساعة يحتجم؟ واحتجم أبو موسى رضي الله عنه ليلى وعنه قال: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو صائم. باب الحجم في السفر والإحرام. قاله ابن بحينة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه قال: حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن طاووس وعطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو محرم. باب الحجامة من الداء. وعنه قال: حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن أجر الحجام فقال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حجمه أبو طيبة وأعطاه صاعين من طعام، وكلم مواليه فخففوا عنه، فقال: إن أمثل ما تداويت به الحجامة والقسط البحري. فقال: لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة، وعليكم بالقسط. عن أبي قال: حدثنا سعيد بن تليد قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو وغيره أن بكيرا حدثه أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عاد المقنع فقال: لا أبرح حتى تحتجم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن فيه شفاء. باب الحجامة على الرأس. عنه قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان عن علقمة أنه سمع عبد الرحمن الأعرج أنه سمع عبد الله بن بحينة رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم احتجم بلحي جمل من طريق مكة وهو محرم في وسط رأسه. وقال الأنصاري أخبرنا هشام بن حسان قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم احتجم في رأسه. باب الحجم من الشقيقة والصداع. وعنه قال: حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رأسه وهو محرم من وجع كان به بماء يقال له لحي جمل. وقال محمد بن سواء أخبرنا هشام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو محرم في رأسه من شقيقة كانت به. وعنه قال: حدثنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا ابن غسيل قال حدثني عاصم بن عمر عن جابر بن عبد الله. نعم. ابن الغسيل طيب. وعنه قال: حدثنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا ابن الغسيل قال حدثني عاصم بن عمر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول:
إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شربة عسل أو شرطة محجم أو لذعة من نار، وما أحب أن أكتوي. باب الحلق من الأذى. وعن أبي قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن أيوب قال سمعت مجاهدا عن ابن أبي ليلى عن كعب هو ابن عجرة رضي الله تعالى عنه قال أتى علي النبي صلى الله عليه وآله وسلم زمن الحديبية وأنا أوقد تحت برمة والقمل يتناثر عن رأسي فقال أيؤذيك هوامك؟ قلت نعم، قال فاحلق وصم 3 أيام أو أطعم 6 أو انسك نسيكة أو انسك نسيكة. قال أيوب لا أدري بأيتهن بدأ. باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتوي. وعن أبي قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل قال حدثنا عاصم بن عمر بن قتادة قال سمعت جابرا رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن كان في شيء من أدويتكم شفاء ففي شرطة محجم أو لذعة بنار وما أحب أن أكتوي. وعن أبي قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا حسين عن عامر عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال لا رقية إلا من عين أو حمة فذكرته لسعيد بن جبير وقال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عرضت علي الأمم فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم والنبيان فجعل النبي هنا سيدنا النبي ولا أي نبي كأنه نبي ما أعرفش فجعل النبي والنبيان يمرون معه مرات والنبي لا 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 هنا يعني النبي ليس المراد هو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يعني نبي آخر فجعل النبي والنبيان عليهم السلام يمرون معه مرات والنبي عليه السلام ليس معه أحد حتى رفع لي سواد عظيم قلت ما هذا أمتي قلت ما هذا أمتي هذه قيل هذا موسى وقومه قيل انظر إلى الأفق فإذا سواد يملأ الأفق ثم قيل لي انظر ها هنا وها هنا في آفاق السماء فإذا سواد قد ملأ الأفق قيل هذه أمتك ويدخل الجنة من هؤلاء 70,000 بغير حساب يا رب اجعلنا منهم ثم آمين. دخل ولم يبين لهم فأفاض القوم وقالوا نحن الذين آمنا بالله واتبعنا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فنحن هم أو أولادنا الذين ولدوا في الإسلام فإنا ولدنا في الجاهلية فبلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم فخرج فقال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون فقال عكاشة بن محصن رضي الله تعالى عنه أمنهم أنا يا رسول الله قال نعم فقال آخر فقال أمنهم أنا قال سبقك طيب سيرو عكاشة فقام آخر فقام بل فقام آخر الله يبارك فيك فقام آخر فقال أمنهم أنا قال سبقك عكاشة رضي الله عنه. باب الإسميد والكحل من الرمد فيه عن أم عطية رضي الله عنها. وعن أبي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني حميد بن نافع عن زينب عن أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة توفي زوجها فاشتكت عينها فذكروها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وذكروا له الكحل وأنه يخاف على عينها فقال لقد كانت إحداكن تمكث في بيتها في شر أحلاسها أو في أحلاسها ناسها في شر بيتها فإذا مر كلب رمت بعرة فلا 4 أشهر وعشرة.
باب الجزام. وقال عفان حدثنا سليمان، بل حدثنا سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه ترى وآله وسلم. حدثنا سليم ابن حيان. نادي طيب سيسبق سليم. طيب صح. قال وقال عفان حدثنا سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجزوم كما تفر من الأسد. باب المن شفاء للعين. عن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك قال سمعت عمرو بن حريث قال سمعت سعيد بن زيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. قال شعبة وأخبرني الحكم بن عتيبة عن الحسن العرني عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال شعبة لما حدثني به الحكم لم أنكره من حديث عبد الملك. باب اللدود. وعن أبي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما، بل رضي الله عنهم، أن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو ميت. قال وقالت عائشة رضي الله عنها لددناه في مرضه فجعل يشير إلينا ألا تلدوني، فقلنا كراهية المريض للدواء. فلما أفاق قال ألم أنهكم أن تلدوني، قلنا كراهية المريض للدواء، فقال لا يبقى في البيت أحد إلا لد وأنا أنظر إلا العباس فإنه لم يشهدكم. وعن أبي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري قال أخبرني عبيد الله عن أم قيس رضي الله تعالى عنها قالت دخلت بابن لي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد أعلقت عليه من العذرة، فقال ما، فقال على ما تزعرنا أولئك، فقال على ما تزعرن أولادكن بهذا العلاق، عليكن بهذا العود الهندي، فإن على ما تدغرنا. طيب فقال على ما تدغرن، على ما تدغرن أولادكن بهذا العلاق، عليكن بهذا العود الهندي، فإن فيه 7 أشبية منها ذات الجم يسعط من العذرة ويلد من ذات الجنب. فسمعت الزهري يقول بين لنا 2 ولم يبين لنا 5. قلت لسفيان فإن معمارا يقول أعلقت عليه، قال لم يحفظ، أعلقت عنه، حفظته من في الزهري. ووصف سفيان الغلام يحنك بالإصبع، وأدخل سفيان في حنكه، إنما يعني رفع حنكه بإصبعه، ولم يقل أعلق عنه شيئا. باب. وعن أبي قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر ويونس قال قال الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واشتد وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي، فأذن فخرج بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس وآخر رضي الله عنهما، فأخبرت ابن عباس رضي الله عنهما قال هل تدري من الرجل الآخر الذي لم تسمي عائشة رضي الله عنها؟ قلت لا. قال هو علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه عليه السلام. قالت عائشة رضي الله عنها فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدما دخل بيتها واشتد به وجعه هريق علي من 7 كرب لم تحلل أوكيتهن، لعلي أعهد إلى الناس
قالت فأجلسناه في مخطب لحفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم توفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى جعل يشير إلينا أن قد فعلتن. قالت وخرج إلى الناس فصلى لهم وخطبهم. باب العذرة. وعن أبي قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن أم قيس بنت محصن الأسدية أسد خزيمة، وكانت من المهاجرات الأول التي بايعنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي أخت عكاشة، أخبرته أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بابن لها قد أعلقت عليه من العذرة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ما تدغرن أولادكن بهذا العلاق، عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه 7 أشمية، منها ذات الجنب يريد الكست وهو العود الهندي. وقال يونس وإسحاق بن راشد عن الزهري علقت عليه. باب دواء المبطون. وعن أبي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن أخي استطلق بطنه، فقال اسقه عسلا، فسقاه فقال إني سقيته فلم يزده إلا استطلاقا، فقال صدق الله وكذب بطن أخيك. تبعه النضر عن شعبة. باب لا صفر وهو داء يأخذ البطن. وعن أبي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وغيره أن أبا هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا عدوى ولا صفر ولا هامة. فقال أعرابي يا رسول الله فما بال إبلي تكون في الرمل كأنها الظباء، فيأتي البعير الأجرب فيدخل بينها فيجربها. فقال فمن أعدى الأول. رواه الزهري عن أبي سلمة وسنان بن أبي سنان. باب ذات الجنب. وعن أبي قال حدثني محمد قال أخبرنا عتاب بن بشير عن إسحاق عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها وكانت من المهاجرات الأول التي بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي أخت عكاشة ابن محصن، أخبرته أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بابن لها قد علقت عليه من العذرة، فقال اتقوا الله على ما تدغرون أولادكم بهذه الأعلاق، عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه 7 أشفية، منها ذات الجنب يريد الكستة يعني القسطى. قال وهي لغة. وعن أبي قال حدثنا عارم قال حدثنا حماد قال قرئ على أيوب من كتب أبي قلابة، منه ما حدث به ومنه ما قرئ عليه، وكان هذا في الكتاب عن أنس أن أبا طلحة وأنس بن النضر رضي الله تعالى عنهم كواياه وكواه أبو طلحة رضي الله عنه بيده. وقال عباد بن منصور عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأهل بيت من الأنصار أن يرقوا من الحمى والأذن. قال أنس رضي الله تعالى عنه كويت من ذات الجنب ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حي، وشاهدني أبو طلحة وأنس بن النضر وزيد بن ثابت وأبو طلحة وزيد بن ثابت رضي الله عنهم وأبو طلحة رضي الله عنه كواني. باب حرق الحصير ليسد به الدم. وعن أبي قال حدثني سعيد بن عفير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال لما كسرت على رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم البيضة
وأدمي وجهه وكسرت رباعيته وكان يلب بالماء في المجن وجاءت فاطمة رضي الله عنها وعليها السلام تغسل عن وجهه سألون الدم فلما رأت فاطمة تسألي سألون وكسرت رباعيته وكان علي كان سجل keputusan putus wa kusirat rabaiyatu wa kana aliyun طيب طيب وكسرت رباعيته وكان علي كرم الله وجهه عليه السلام ورضي الله عنه يختلف بالماء في المجن وكانت فاطمة عليها السلام تغسل عن سيرون وجهه الدم وجاءت فلما رأت فاطمة عليها السلام سيرون وجاءت فاطمة وكانت أها وجاءت فاطمة تغسل طيب وجاءت طيب قال جزاكم الله خيرا وجاءت فاطمة عليها السلام تغسل عن وجهه الدم فلما رأت فاطمة عليها السلام الدم يزيد على الماء كثرة عمدت إلى حصير فأحرقتها وألصقتها على جرح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فراق الدم كان سأجو وبي إليه قال باب الحمى من فيح جهنم. وعنه قال حدثني يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الحمى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء. قال نافع وكان عبد الله رضي الله عنه يقول اكشف عنا الرجز. وعنه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما كانت إذا أتيت بالمرأة قد حمت تدعو لها أخذت الماء فصبته بينها وبين جيبها. قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا أن نبردها بالماء. وعنه قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الحمى من فيح جهنم فبردها بالماء. عنه قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الحمى من فوح جهنم فبردها بالماء. وبليه قال باب من خرج من أرض لا تلايمه. وعنه قال حدثنا عبد الأعلى ابن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم أن ناسا أو رجالا من عقل وعرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتكلموا بالإسلام وقالوا يا نبي الله إنا كنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف واستوخموا المدينة فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذود وبراع وأمرهم أن يخرجوا فيه فيشربوا من ألبانها وأبوالها فانطلقوا حتى كانوا ناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واستاقوا الذود فبلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبعث الطلب في آثارهم وأمر بهم فسمروا أعينهم وقطعوا أيديهم وتركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم. باب ما يذكر في الطاعون. عنه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني حبيب بل قال أخبرني حبيب بن أبي ثابت
قال أخبرني حبيب بن أبي ثابت قال سمعت إبراهيم بن سعد قال سمعت أسامة بن زيد رضي الله عنهما يحدث سعدا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها. فقلت أنت سمعته يحدث سعدا رضي الله عنه فلا ينكره؟ قال نعم نعم Macam ada dengar saya sebut tuhaddisu sa'dan. حدث. طيب فقلت Mungkin أنت salah dengar. طيب Maklis. لا بأس فقلت أنت سمعته يحدث سعدا رضي الله عنه ولا ينكره؟ قال نعم. عن أبي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن عبد الحميد ابن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله ابن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان بالسرغى لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه رضي الله عنهم فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام. قال ابن عباس رضي الله عنهما فقال عمر رضي الله عنه ادعوا للمهاجرين الأولين، فدعاهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشأم فاختلفوا، فقال بعضهم قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه، فقال بعضهم معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء، فقال ارتفعوا عني. ثم قال ادعوا لي الأنصار، فدعوا فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم، فقال ارتفعوا عني. ثم قال ادعوا لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح، فدعوت فلم يختلف منهم عليه رجلان، فقالوا نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر رضي الله عنه بالناس إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه. قال أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر رضي الله عنه لو غيرك قالها يا أبا عبيدة نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو كان لك إبل هبطت واديا له وتان إحداهما خصبة والأخرى جدبة، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ قال فجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكان متغيبا في بعض حاجته، فقال إن عندي في هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال فحمد الله عمر رضي الله عنه ثم انصرف. وعن أبي قال حدثنا عبد الله ابن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر أن عمر رضي الله عنه خرج إلى الشأم فلما كان بسرغ بلغه أن الوباء قد وقع بالشأم، فأخبره عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. وعنه قال حدثنا عبد الله ابن يوسف قال أخبرنا مالك عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخل المدينة المسيح ولا الطاعون.
وعنه أبي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم قال حدثتني حفصة بنت سيرين قالت قال لي أنس بن مالك رضي الله عنه يحيى بما مات؟ قلت من الطاعون. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الطاعون شهادة لكل مسلم. وعنه قال حدثنا أبو عاصم عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المبطون شهيد والمطعون شهيد، باب أجر الصابر في الطاعون. عنه قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا حبان قال حدثنا داوود أبي الفرات قال حدثنا عبد الله ابن بريدة عن يحيى بن يعمر عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها أخبرتنا أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الطاعون، فأخبرها نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء، فجعله الله رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد. تابعه النضر عن داود. باب الرقى بالقرآن والمعوذات. عنه قال حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات، فلما ثقل كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيد نفسه لبركاتها، فسألت الزهري كيف ينفث؟ قال كان ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه. باب الرقى بفاتحة الكتاب. ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه قال حدثني محمد بن بشر قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتوا على حي من أحياء العرب فلم يقرب، فبينما هم كذلك إذ لغ سيد أولئك فقالوا هل معكم من دواء أو راق؟ فقالوا إنكم لم تقرؤنا ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا، فجعلوا لهم قطيعا من الشاء فجعل يقرأ بأم القرآن ويجمع بزاقه ويتفل فبرأ، فأتوا بالشاء فقالوا لا نأخذ حتى نسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فسألوه فضحك فقال وما أدراك أنها رقية؟ خذوها واضربوا بي بسهم. باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم. وعنه بقال حدثني سيدان بن مقارب أبو محمد الباهلي قال حدثنا أبو معشر البصري وصدوق يوسف بن يزيد البراء قال حدثني عبيد الله ابن الأخنس أبو مالك عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مروا بماء فيهم لديغ أو سليم، فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال هل فيكم من راق؟ إن في الماء رجلا لديغا أو سليما. فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فبرأ، فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا أخذت على كتاب الله أجرا حتى قدموا المدينة. فقالوا يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أحق ما أخذت عليه أجرا كتاب الله. كفي بهذا وبالله التوفيق.
Alhamdulillah, kita sama-sama mengucapkan kesyukuran kepada Allah yang telah mengizinkan kita mendengar hadis-hadis Rasulullah pada hari ini dengan hadis yang terakhir yang baru saja diselesaikan dibaca oleh Zuzali tadi, iaitu hadis yang ke-5796. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menerima apa yang kita lakukan ini, ya Allah, dan moga-moga Allah mengangkat wabak COVID-19 daripada Malaysia dan dunia seluruhnya. Dan semoga Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin yang berada di Palestin Amin. yang sedang berjuang mempertahankan tanah air mereka yang dirampas oleh Zionis yang telah melakukan kerosakan di atas muka bumi Palestin. Allahumma amin. Moga Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin di sana dan memberikan kekalahan kepada golongan Yahudi yang telah melakukan penindasan kepada umat Islam yang berada di tanah Palestin, tanah suci milik umat Islam. Allahumma amin. Amin. Jazakumullahu khairan, moga diberkati Allah. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله جزاكم الله خيرا كثيرا